وفاهمة في عندنا تاني. أريد أن أعطيكم تاني فيينا الثقافية والبرنامج خاص هنا في فرنسا معروف لنا أيضا في الجزائر. هي وأبعادها الأدبية تشوف البوفير أوسي أحمد درويش ريسيتي أو محمود برنامج المعد سيكون له طابع معين هذا الشهر ديسمبر، والطابع هو سيكون اللغة العربية، وعندنا برنامج خاص حول اللغة العربية، وعندنا برنامج سينمائي، عندنا معرض على الكاليغرافي عرب، عندنا أيضا برنامج حول محمود درويش ولوفر دو محمود درويش. المعهد الفرنسي يحب اللغة العربية، هي لغة مهمة جدا في العالم بصفة عامة، اي سي اون لانغ ريش ريش دو كولتور ريش دو باتريمون. 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية، ولذلك حابين نركزوا على عن هذه اللغة.